مشاهدينا الكرام، نعود بكم من جديد الى استاد جرين باي، وسنستعرض تشكيله المنتخبين. البدايه بالنصوره التونسيه، حراسه المرمى للبشير بن سعيد. المنتخبات اصحاب المراكز الثالثه صمام الامان لدفاع الترقي، والكره اليساريه للعابدي حمزه رفيعه، كره في دار الدفاع من ابرز المنتخبات للفوز. كره بعيده لحمزه المثلوثي، يلتحق وينو لايفا، وينو منصر التالبي، بن سليمان، هذا هو تدخل علولو، مودو بارو يوزع، وينو بشير الهجمه، وينو بشير 18، هذه كره ممتازه العزة، والدفاع الكامل للمدربين منظر الكبير. هذا الكولي يصير يضرب الكرة بالرأس، وكرة بعيدة، عيفا يوزع بعيد، وبشير الانتظار، يعدي حمزة رفيع، رفيع هذه الكرة ما شفت، أو أنيس بن سليمان، حمزة اللي يوزع بالرأس، تعدي هي الكرة، عرقلة من الجزيري، المراوغة والعرقلة، هي الكرة عرقلة، ضربة جزاء 3000%، شوف اللمس للكرة، لكن لمس القدم ضايعة من المدافع باتشاني. إذا ضربة جزاء للمنتخب التونسي في توقيت ممتاز، 40 دقيقة لعب، فرصة كبيرة للنصور من أجل الجزيري. لا 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 يا الجزيري، لا